يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. حلقة النهاردة أكيد هتكون مليانة أخبار كتير عن النادي الأهلي وكمان عن الأخبار المحلية والعالمية وأخبار محترفينا في الخارج، لكن أكيد لا حديث يعلو على نهاية أفريقيا ومباراتنا المهمة جدا قصاد الترجي التونسي في مباراة العودة. الفريق النهاردة استأنف تدريباته بعد الراحة طبعا اللي حصل عليها امبارح بعد ما فاز في لقاء الذهاب 3-1 على ملعب برج العرب. إن شاء الله بإذن الله الفريق هيتدرب النهاردة وبكرة كمان على ملعب التتش، وبعد كده هيسافر ان شاء الله بعد بكره لتونس وهيتمرن يوم الثلاث ويوم الاربعاء على ملعب الجامعه التونسيه، وهيكون تدريبه الاخير ان شاء الله على ملعب رادس يوم الخميس اللي جاي. لازم اكيد بقى ننسى نتيجه الذهاب ونركز جدا ان المباراه اللي جايه مباراه جديده لازم نحقق فيها نتيجه ايجابيه ونتيجه كويسه جدا ونتيجه كبيره، وزي طبعا ما عودونا لعيبه النادي الاهلي ان كل مباراه هي مباراه جديده هدفنا فيها ان احنا نحقق الفوز مش اي حاجه تانية غير الفوز. كمان طبعا لازم ننسى نغمه رادس، هي ملعبنا وكعبين عالي في رادس والثقه الزياده دي، كل الكلام ده ملوش اي لازمه زي ما قال كابتن محمد يوسف المدرب العام للفريق والقائم طبعا باعمال مدير الكره في النادي الاهلي ان الذكريات والتاريخ ما بتمنحش البطولات، لكن اللعب بجديه والقتال في الملعب هو ده اللي هيجيب لنا اللقب. كلنا ان شاء الله ورا النادي الاهلي لحد ما يرجع باذن الله بالكاس الغالي من تونس زي طبعا ما عملها في 2006 و2012 عشان نتوج بالنجمه التاسعه ونرجع بقى نلعب مره ثانيه بكاس العالم للانديه واللي ان شاء الله هيقام السنه دي في الامارات. هنتكلم في كل الكلام ده واكتر كمان مع ضيفنا النهارده الدكتور مروان صالح الناقد الرياضي في جريده المسا، وكمان انتوا تقدروا تشاركونا وتقولوا لنا ايه هو الماتش اللي لعبه النادي الاهلي على ملعب رادس ومش ممكن تنسوه او تنسوا نتيجته. ممكن تشاركونا عن طريق صفحاتنا على السوشيال ميديا على الفيسبوك على تويتر وانستجرام. كالعادة هنبتدي معاكم حلقتنا بأهم العناوين. طوارئ في الأهلي استعدادا لمواجهة الترجي الجمعة. كارتيرون أغلقنا صفحة مباراة برج العرب ونستعد للعودة. الفريق الأول يستأنف تدريباته اليوم على ملعب التتش. محمد يوسف يطمئن من سفير مصر في تونس على ترتيبات رحلة الأهلي. مدرب الأهلي سنذهب لتونس من أجل كرة القدم. عبد المنعم شطة الكاف لا يستطيع إيقاف وليد أزارو. هو جهاز المنتخب يختار 6 لاعبين من الأهلي استعدادا لمواجهة تونس. شفنا معاكم دلوقتي اهم عناوين حلقتنا، دلوقتي هنروح نشوف اهم العناوين اللي اتكتبت في الجرايد او اهم مانشيتات الجرايد عن النادي الاهلي. الاهرام الاهلي يضرب موعد مع الاميره السمراء في رادس، كارتيرون سنخوض الاياب كبطوله منفصله ونطلب الحمايه في تونس. يوسف علاقتنا بالمنافس قويه وعميقه وهدفنا اللقب القاري. الفريق يعود للتدريبات اليوم والمجلس يدعمه في مواجهه العوده. الأخبار الأميرة تقترب من الجزيرة، طوارئ في الأهلي كارتيرون أغلقنا صفحة برج العرب ونستعد لرادس. وزير الرياضة مبروك للأهلي ومصر وتونس أشقاء. الوفد 90 دقيقة ويكتمل الحلم. الأخبار 90 دقيقة تفصل الأهلي عن اللقب التاسع، الخبراء يتوقعونها موقعة كروية صعبة ويحذرون الأهلي. المساء الاحتفالات ممنوعة في الأهلي، الجهاز الفني يطالب نجومه بالتركيز في لقاء العودة ويعالج أخطاء الدفاع. الأخبار المساء الأفراح مرفوضة، الأهلي يغلق صفحة الذهاب ويبدأ الاستعداد للعودة في تونس. اليوم السابع الأهلي يرفض نغمة الحسم المبكر ويتأهب لموقع ترادس، كارتيرون يطالب بتأمين البعثة ويتمن دور الجمهور الأحمر، محمد هاني بدلا من أحمد فتحي في لقاء الإياب وأحمد حمودي جاهز لموقعة 9 نوفمبر.
الأهرام المسائي، الأهلي عملي جدا، التحفز التونسي والاحتفالات يؤرقان كارتيرون قبل ميرادس. اليوم السابع، 5 هدايا تنتظر الأهلي بعد 90 دقيقة في تونس، 80 مليون جنيه تنعش الخزينة الحمراء، اللقب التاسع والعودة لمونديال الأندية وتقليل الفارق مع ريال مدريد. مشاهدينا معدنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم تفاصيل أهم أخبار النادي الأهلي. سريعا لسه مكملين معاكم تفاصيل اخبار النادي الاهلي من على الجرايد، وبنروح لليوم السابع. اليوم السابع قالت ان بينتظر مارد الاحمر او النادي الاهلي هدايا ومكاسب كتيره في حاله ان هو حقق لقب دوري ابطال افريقيا. اولا بيحصل الفريق الفايز بدوري ابطال افريقيا على مكافاه ماليه قدرها 3.5 مليون دولار بما يعادل 60 مليون جنيه مصري، فضلا طبعا عن مليون دولار مكافاه من الاتحاد الدولي الفيفا بعد التاهل للمشاركه في كاس العالم للانديه واللي بتقام في الامارات الشهر اللي جاي. عشان النادي الاهلي يلقب طبعا او يتوج باللقب في انتظار 80 مليون جنيه مصري في حاله ان هو توج باللقب. كمان فوز النادي الاهلي باللقب الافريقي على حساب الترجي التونسي هيكون اللقب التاسع ليه في تاريخه، عشان طبعا الفريق النادي الاهلي او الفريق الاحمر هو الاكثر تتويجا باللقب ده على مستوى القاره الافريقيه، وصعب جدا ان هو يدي فرصه لاي منافس ان هو يلحق بيه في الرقم القياسي اللي محققه اللي هو الثمان القاب، وان شاء الله دي تكون التاسعه. كمان شارك النادي الاهلي قبل كده في كاس العالم للانديه 5 مرات، وفي حاله ان هو توج باللقب فاكيد طبعا هيشارك في مونديال الانديه للمره السادسه ليه في تاريخه، وده انجاز غير مسبوق للنادي الاكثر شعبيه في الشرق الاوسط، ونجح طبعا ريال مدريد ان هو يوسع الفرق ما بينه وما بين النادي الاهلي على لقب الاكثر تتويجا بالبطولات على مستوى العالم بفرق 5 بطولات. بيملك بطل اسبانيا 25 لقب قاري، وكمان بيملك النادي الاهلي او بطل مصر 20 لقب قاري، وده اللي هيخلي اكيد المارد الاحمر مرشح ان هو يرجع مره ثانيه يطارد ريال مدريد عشان يقدر ان هو ينافسها في عدد الالقاب القاريه. كمان دلوقتي هنروح معاكم من كلام الجرايد لاهم الكلام برضو اللي اتقال عن النادي الاهلي لكن من على مواقع الانترنت. الموقع الرسمي للنادي الاهلي يوسف يكشف تفاصيل رحله الاهلي لتونس. يلا كوره، الاهلي نثق في تكرار حسن الاستقبال بتونس وحضروا فتنه السوشيال ميديا. في الجول محمد يوسف، الاهلي سيذهب لرادس للعب كره القدم ونحترم قرارات الاتحاد التونسي. بيتو يوسف يطمئن من سفير مصر في تونس على ترتيبات رحلة الأهلي. الشروق شطة للشروق، الكاف لا يستطيع إيقاف أزارو. الوفد مدرب الأهلي، الحملة ضد أزارو لن تشتت تركيزنا. اليوم السابع، الأهلي يصطحب أحمد فتحي في رحلة تونس لمواجهة الترجي برغم الإصابة. البوابة اليوم الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الترجي. الشروق مدرب يد الأهلي، أغلقنا ملف أفريقيا وتركزنا على الدوري. نروح معاكم لتفاصيل أهم منشطات أو الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي من على مواقع الإنترنت. هنبتدي بالموقع الرسمي للنادي الأهلي. المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة في النادي الأهلي أعلن عن برنامج الفريق الأول لكرة القدم في رحلته لتونس لملاقاة الترجي التونسي في إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة اللي جاية على ملعب رادس. يوسف قال إن الفريق هيغادر القاهرة الساعة 8 صباحا يوم الثلاث، هيأدي تمرينه الأول في مساء نفس اليوم يوم الثلاث في تونس، ويستمر المران في اليوم التالي برضو على احد الملاعب اللي تم الاتفاق معاها، وهيكون المران
مغلق في اليومين دول، مش هيتم السماح بالحضور الجماهيري او الاعلامي عشان يقدروا يركزوا اكتر او اللعيبه تقدر تركز اكتر. وكمان قال ان التمرين الثالث والاخير للفريق هيكون يوم الخميس مساء على ملعب رادس، ولا تقام طبعا عليه المباراه، وهيكون مفتوح في اول 15 دقيقه او ربع ساعه بس للاعلام وفقا لتعليمات الكاف. وقبل طبعا التدريب بنص ساعه هيكون في مؤتمر صحفي للمدير الفني للنادي الاهلي باتريس كارتيرون، وهيكون معاه حسام عاشور كابتن نادي الاهلي. كمان يلا كوره قالت ان محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال ان النادي بيثق في حسن الاستقبال في تونس لما يخرج الفريق لملاقات الترجي، وحذر الجماهير من محاولات اشعال الفتنه ما بين الناديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال كمان أطمئن الجماهير في تونس ولدي ثقة كاملة في المسؤولين عن الترجي والأمن التونسي من أجل تكرار حسن الاستقبال الحافل والرسمي هناك. وأكمل إجراءات تفتيش حافلة الترجي التي استغرقت 25 دقيقة بحسب تصريحات المدرب أرى أنها طبيعية وتتم في كل مكان، وتم تطبيقها على جماهير الفريقين والأهلي كمان وفقا لطلبات مسؤولين الأمن في الكاف. كمان في الجول قالت ان محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكوره اكد ان الفريق هيروح تونس للعب كوره القدم فقط. يوسف كمان قال في تصريحات لليوم في الجول، قال ان شعب مصر بيحب شعب تونس جدا والعكس صحيح، وبتربطنا علاقه كويسه جدا مع الترجي وبنواجههم تقريبا كل موسم من 2009، وعن بيان الاتحاد وهم احرار فيها، ولو هم شايفينه حقهم تمام، تعرضنا لنفس الاجراءات الامنيه اللي تعرض ليها برضو الترجي، خصوصا طبعا في ظل الاحداث اللي كانت حصلت في نفس اليوم، هو الحادث الارهابي اللي حصل في المنيا واللي تعرضت ليه البلاد. كمان فيتو قالت ان محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره قال ان هو تواصل هاتفيا مع نبيل الحبشي السفير المصري في تونس من اجل الاطمئنان على كافه الترتيبات الخاصه برحله الفريق الاول لكره القدم في النادي لتونس. يوسف كمان قال ان هو جاله تاكيدات من السفير المصري بشان ترتيب كافه الامور المتعلقه باقامه البعثه وتامينها بالشكل الامثل وتوفير كافه سبل الراحه من أجل توفير المناخ المثالي لدعم الفريق في مباراة العودة. وقال كمان أن سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلي هيسبق بعثة النادي الأهلي كالعادة لتونس عشان يطمن على الأمور المتعلقة بالإقامة وبتأمينها وبتحركاتها وطبعا ملاعب التدريب وغيرها من الأمور الإدارية المتعلقة برحلة الفريق لتونس. كمان شروق قالت ان عبد المنعم شطه المدير الفني السابق للاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف اكد ان هو من الصعب ايقاف المغربي وليد ازارو مهاجم النادي الاهلي بعد وقعه تمزيق قميصه في مباراه الفريق اللي جمعت ما بين الترجي التونسي في ذهاب دور النهائي لدوري ابطال افريقيا. شطه كمان قال لسه في وقت كبير للتحقيق من الوقعه دي وصعب جدا ايقاف ازارو لانه لم يثبت انه قام بهذا الامر للتحقيق على الحكم، لأنه من ممكن أن هو يكون مزق القميص من الحزن. وقال كمان المدير الفني للاتحاد الأفريقي السابق لم يصدر حتى الآن قرار بإيقاف اللاعب لأن لجنة الانضباط في الكاف لم تجتمع من الأساس، لذلك من الصعب إيقاف أزارو في الفترة الحالية. وطالب شطة مجلس إدارة النادي الأهلي بالتحقيق في الواقعة مع أزارو والإعلان عن ما حصل بمنتهى الشفافية. وقال كمان أن هو يجب الإعلان في الوقت المناسب وبالتحديد عقب مباراة الإياب لتجنب طبعا التأثير على اللاعبين قبل المباراة الهامة والمرتقبة. الوفد كمان قال ان كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة في النادي الأهلي أكد ان الفريق لن يشغل تركيزه بالحملة ضد المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق. يوسف كمان قال معاقبة أزارو والمطالبة بإيقافه وتهديد أزارو كلها عناوين تداولتها وسائل الإعلام وكلها لا تشغلنا ولن تشتت تركيزنا، هدفنا الوحيد هو حصد دوري أبطال أفريقيا ولن نتنازل عنه. كمان اليوم السابع قال ان الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده باتريس كارتيرون قرر اصطحاب احمد فتحي لاعب الفريق لتونس عشان يخوض مباراه الترجي التونسي في نهائي دوري ابطال افريقيا حتى لو مش هيشارك في اللقاء بسبب اصابته. غادر احمد فتحي مباراه الترجي واللي اقيمت في برج العرب يوم الجمعه مساء في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا للاصابه في العضله الاماميه، وهيغيب الجوكر عن مباراه العوده لعدم تماثله للشفاء.
وإن كان الجهاز الفني لنادي الأهلي لم يعلن قائمة الفريق الرسمية المسافرة لتونس لحد دلوقتي. محمد يوسف المدرب العام لنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة قال إن أحمد فتحي هيكون متواجد مع بعثة النادي الأهلي في تونس سواء تعافى من الإصابة أو لا. البوابة كمان قالت إن بيستأنف الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي تدريباته الساعة 4 عصر اليوم على ملعب مختار التتش في الجزيرة استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر ليها يوم الجمعة اللي جاية في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارثيرون منح اللعيبة راحة سلبية امبارح يوم السبت بعد انتهاء مباراة الذهاب قصاد الترجي التونسي أول امبارح يوم الجمعة واللي أقيمت على استاد الجيش في برج العرب. طب وبينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي المتواجد دلوقتي في تدريب النادي الأهلي اللي بدأ الساعة 4 عصرا. مساء الخير عليك يا شريف. سنور عليك على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. شريف طبعا عايز أعرف منك كواليس تدريب النهاردة وعايز أطمن منك برضو على حالة المصابين وبالتحديد على أحمد فتحي وعايز أعرف برضو منك إيه أخبار الحالة المعنوية والنفسية للعيبة وللجهاز الفني. خليني الاول اقول لك ان التمرين فعلا بدا الساعه 4 عصرا ويمكن كان في حضور رئيس مجلس اداره النادي الاهلي طبعا الكابتن محمود الخطيب وكان في سبقها جلسه مع اللاعبين يمكن استمرت حوالي ربع ساعه من الجهاز الفني اتكلموا فيها عن المرحله المقبله التركيز ثم التركيز على مباراه العوده. طبعا كان مباراه بحضور جماهيري كثيف تركزوا في هذه المباراه وما النتيجه لسه ما اتحسمتش ولسه قدامهم 90 دقيقة يجب حسم اللقب هناك. يمكن بدأ التمرين في 4 عصرا. اللعيبة اللي شاركت في المباراة يمكن عملوا إطالات حول الملعب. وليد سليمان، أزارو، حمودي يمكن شاركوا في الملعب من بدون شوز يمكن لفوا الملعب بس 3-4 مرات وبعد كده خرجوا راحوا تدريبات في الجيم. الشناوي أيضا نفس القصة مع باقي اللاعبين اللي شاركوا في هذه المباراه، باقي اللاعبين بقى اللي ما شاركوش واللي شارك في وقت صغير زي ميدو جابر كان عندهم تمرين بدني شاق جدا والان بيجروا تقسيمه بعد التمرين البدني. يمكن اكرامي وعلي لطفي طبعا مع كابتن مصطفى كمان في فقره حراس المرمى اجاي تاهيله مستمر ويمكن الشكل العام والملحوظ ان هو بقى ما فيش زكه في جريته حول الملعب. عشان بدا يقترب ويقترب من الرجوع مره اخرى للنادي الاهلي. يمكن احمد فتحي وهشام محمد مش شاركوش طبعا في التمرين. هشام محمد اكتفى بتدريبات الجيم ثم الجري حوالين الملعب. احمد فتحي الجيم ثم تمرينات في حمام السباحه. الاثنين على ما اظن بيبتعدوا عن مباراه العوده. يمكن دي كانت ابرز كواليس التمرين الى الان. مشكورك جدا شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي من استاد مختار التتش حيث يقام الآن تدريب النادي الأهلي بعد طبعا الأجازة اللي حصلوا عليها امبارح بعد مباراة أول امبارح قصاد الترجي التونسي في اللقاء النهائي أو لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. نروح بقى للشروق. الشروق قالت ان محمد عادل المدرب العام للفريق الاول لكره اليد رجال في النادي الاهلي قال ان الفريق اغلق ملف المشاركه في بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري واللي اقيمت في الكوت ديفوار مؤخرا بعد رجوع الفريق للمشاركه في مباريات الدوري المصري وتحقيق الفوز على الجزيره خلال الجوله الماضيه. قال كمان ان الجهاز الفني طلب من اللعيبه التركيز بشكل كبير في مباريات الدوري عشان يقدروا يقدموا عروض قويه وينافسوا على اللقب من خلال تحقيق الفوز في كل المباريات. قال كمان ان الفريق مرتبط بخوض مباريات مهمه للغايه وفي اصرار كبير من اللعيبه على الظهور بشكل قوي وتحقيق الانتصارات خلال الفتره المقبله. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل بعد كده معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا. خليكم معانا. رجعنا سريعا ومكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. بنوصل معاكم دلوقتي لاهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج وهنبتدي معاكم بالعناوين. يلا كوره. جاري يعلن قائمه المحليين للمنتخب ضم السوليه وطاهر وعدم تواجد وليد سليمان.
الوطن سبورت، احمد شوبير لا خلافات مع اعضاء اتحاد الكره. فيتو صلاح ينضم لمعسكر الفراعنه 12 نوفمبر استعدادا لتونس. اليوم السابع منتخب تونس يصل اسكندريه 14 نوفمبر على متن طائره خاصه لمواجهه الفراعنه. سوبر كورة كاف يوافق على مواجهة الفراعنة والإمارات. الفجر بكلي يرفض التجديد لبتروجيت بسبب العروض الخليجية. الوفد مصلحي يدعو جمهور الاتحاد لمساندة الفريق. بوابة الأخبار هشام زكريا، كنت أتمنى انضمام عماد متعب للجونة. الشروق وكيل رمضان صبحي، رمضان مستمر مع هارس فول تاون. جريدة المسا طائرة مصر بطل إكس العرب. جريدة الشروق علي فارج، سنقاتل من أجل صدارة تصنيف الاسكواش العالمي. سكاي نيوز تنفيذ ركلة الجزاء تعديل غير مسبوق بتاريخ كرة القدم. مدرب فايكانو الخسارة أمام برشلونة مؤلمة. سبورت 360 أليجري، يوفنتوس ليس جيدا بما فيه الكفاية. نروح معاكم لتفاصيل الاخبار ونبتديها مع موقع الكوره. قال ان اعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده المكسيكي خافيار اجيري عن قائمه اللعيبه المحليه لمعسكر نوفمبر الخاص بمباراه تونس والامارات، وجت القائمه على النحو التالي: عمرو السوليه من النادي الاهلي، مروان محسن من النادي الاهلي، طارق حامد من نادي الزمالك، محمد هاني من النادي الاهلي، ايمن اشرف من النادي الاهلي، محمد الشناوي من الاهلي، محمود حمدي الونش من الزمالك، باهر المحمدي من إسماعيلي، صلاح محسن من النادي الأهلي، محمد محمود من وادي دجلة، ومحمود عبد الرحيم جنش من نادي الزمالك، محمد أبو جبل من سموحة، محمد حمدي من بيراميدز، وأحمد أيمن منصور من بيراميدز، وإسلام جابر من الداخلية، وطاهر محمد من المقاولين العرب. كمان الوطن سبورت قالت ان احمد شوبير عضو مجلس اداره اتحاد الكوره اكد ان مفيش اي خلافات ما بينه وما بين اعضاء مجلس الجماليه، وقال كمان ان الجميع على قلب رجل واحد داخل المجلس. قال شوبير: مجلس اداره اتحاد الكوره في توبيه الجديد يسعى لخدمه الكوره المصريه ويسعى لتقديم منظومه عمل متكامله وتطوير شامل داخل الجماليه، وهو امر يحتاج لجهد وتعاون الجميع، وهذا لن يتحقق الا من خلال التعاون ما بين الجميع وليس التفكير في أي خلافات. كمان موقع بيتو قال إن حدد محمد صلاح نجم المنتخب الوطني الأول وليفربول الإنجليزي يوم 12 نوفمبر اللي جاي موعد لحضوره للقاهرة عشان ينضم لمعسكر المنتخب الوطني المقرر انطلاقه في نفس اليوم استعدادا لمواجهة نظيره التونسي يوم 16 نوفمبر في استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية. برضه اليوم السابع أعلن اتحاد الكورة تلقى خطاب من نظيره التونسي يفيد بوصول بعثة نسور قرطاج لمطار برج العرب مباشرة يوم 14 نوفمبر الجاري استعدادا لمواجهة الفراعنة في الجولة الخامسة في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019. تضمن الخطاب أن بعثة نسور قرطاج هتكون أو هتضم المنتخبين الأول والأولمبي على متن طائرة خاصة، ويخوض المنتخب الأولمبي مباراة ودية مع نظيره المصري يوم 15 من نفس الشهر على ملعب برج العرب الفرعي. سوبر كورة كمان قالت ان اتحاد الكورة جاله خطاب من الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف بيأكد عدم ممانعته بشأن اقامة المباراة الودية للمنتخب امام الامارات يوم 20 نوفمبر الجاري، وبدوره خاطب الاتحاد نظيره الاماراتي عشان يبعثوا الموافقة للاتحاد الدولي الفيفا للحصول على الموافقة الرسمية، خصوصا وان الامارات هو المناوض بالحصول على الموافقات بصفته منظم المباراة وصاحب الارض. بوابة الأخبار كمان قالت إن هشام زكريا أكد إن ناديه هو من قام بعرض خدماته على عماد متعب وليس العكس. كمان قال زكريا إن هو اللي طلب التعاقد مع متعب وليس كما قيل إن متعب عرض نفسه على الفريق، وقال كمان إنه كان بيتمنى إن يكون متواجد متعب في صفوف الجونة في الموسم الحالي، فهو إضافة لأي فريق بالتأكيد.
شروق كمان قالت ان نادر شوقي وكيل الاعمال المحترف المصري رمضان صبحي لعب هدرسفيلد تاون الانجليزي، قال انه مستمر مع الفريق ولن يرحل في فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه. نادر كمان اكد ان رمضان مستمر بشكل طبيعي مع هدرسفيلد تاون ولا يوجد اي نيه لمغادرته للفريق، مشيرا الى ان قرار انضمام صبحي للمنتخب الاولمبي قرار صائب. نروح للأخبار العالمية وهنبتدي مع سكاي نيوز اللي قالت حسب التعديل اللي بيخضع للدراسة فهيتم إلغاء متابعة لاعب الفريقين للركلة بعد تسديدها، بمعنى أن اللعبة هتنتهي فور اكتمال التسديدة سواء بدخولها المرمى أو تحولها خارجه لركلة مرمى أو تصدي الحارس أو أي من القائمين أو العارضة للكورة. وفقا للتقرير فإن ما سبق يعني أن تنفيذ ركلة الجزاء هتكون بنفس طريقة ركلات الترجيح اللي بيتم الاحتكام ليها عند التعادل في نتيجة مباراة، فلابد أن تنتهي بفوز أحد الفريقين. وبيهدف التعديل المزمع لمواجهة ظاهرة تدافع اللاعبين على حدود المنطقة لما بيتم تنفيذ ضربات الجزاء أو دخولهم منطقة ال 18 قبل التنفيذ، وهي مخالفات لا يستطيع الحكام منعها ولا يتمكن أكثرهم من إعادة ركلة الجزاء لما بتحصل المخالفة دي، نظرا لما يثير طبعا ذلك من اعتراضات هائلة. والله أحسن فعلا. كمان سبورت 360 قالت ان صرح ماسيميليانو ألاجري مدرب فريق اليوفنتوس الايطالي على عدم رضاه عن اداء اليوفنتوس في مباراه كالياري في الكالتشو الايطالي بالرغم من الفوز، وقال كمان في نفس الوقت ان البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب استثنائي وبيصنع الفرق دايما، ولكن ألاجري لم يكن سعيد بهذا الفوز بعد تعادل كالياري في الشوط الاول وتراجع الاداء الدفاعي لليوفي بشكل ملحوظ في الاونه الاخيره، وقال كمان علينا أن ندافع بشكل أفضل لأننا نتلقى الكثير من الأهداف في الأونة الأخيرة، وكان من الممكن أن يتعادل كالياري في اللحظات الأخيرة لولا هدف كوادرادو والأمن نتيجة المباراة. نروح بقى دلوقتي معاكم سريعا لفقرة السوشيال ميديا وأخبار اللعيبة وردود فعلهم بعد المباريات، خصوصا طبعا أن كان في امبارح مواجهة مهمة جدا أو مواجهات مهمة جدا وعديدة في دوريات العالم في إطار مباراة ليفربول مع الأرسنال. نشر النجم محمد النني المحترف في صفوف الأرسنال الإنجليزي صورة ليه مع النجم محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي على تويتر وكتب اتبسطت إني شفتك. أما عن نتيجة المباراة والماتش فالحساب الرسمي لنادي ليفربول على تويتر على تعادل الأرسنال مع ليفربول 1-1 وكتب ما زلنا غير المهزومين في الدوري الإنجليزي. كمان خيمس ميلر صاحب هدف ليفربول امبارح قدم طبعا مباراة كويسة جدا قصاد الأرسنال، كتب على تويتر كنا نستطيع أن نفوز في وجود لينو وخلقنا فرص في ظروف صعبة وما زلنا غير مهزومين، وبيقصد طبعا حارس مرمى أرسنال لينو. كمان نروح للحساب الرسمي لمان يونايتد الإنجليزي اللي طرح سؤال الجمهور تختار مين رجل المباراة اللي كسب فيها مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف على نادي بورنموث، وكانت نتيجة التصويت لصالح مارسيال صاحب الهدف الأول في شباك بورنموث في الدقيقة 35. شارك كمان الحساب الرسمي لتوتنهام الإنجليزي على صورة فريقه وقال احتفال بفوز بالفوز ثلاث أهداف مقابل هدفين على وولفهامبتون امبارح في الدوري، كتب كمان ثلاث نقط مهمين. هاري كين لاعب توتنهام احتفل بفوز الفريق بالثلاث أهداف وبتسجيله للهدف الأول منهم في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، كتب على تويتر فوز جديد صعب ومباراة كبيرة ليلة الثلاثاء في انتظارنا. نشر كمان إريك لاميلا لاعب توتنهام الإنجليزي صورة بيحتفل فيها بفوز الفريق على تويتر وكتب ليست الطريقة الجيدة لإنهاء المباراة لكن حصلنا على الثلاث نقاط الآن لابد أن نبدأ التفكير في دوري أبطال أوروبا. من الدوري الإنجليزي نروح بقى للليغا الأسبانية وسواريز لاعب برشلونة الأسباني اللي قاد نادير الفوز امبارح على رايو فايكانو بثلاث أهداف مقابل هدفين في الدوري الأسباني، سجل سواريز الهدف الأول في الدقيقة 10 والهدف الثالث في الوقت القاتل في الدقيقة 90، وكتب سواريز على تويتر فريق عظيم ورائع تحيا البارسا وثلاث نقاط مهمين جدا. كمان في الجول
قالت عن لويس سواريز بعد مباراة امبارح: لا تقلقوا، ميسي غير موجود، فهناك سواريز. منذ ابتعاد ليونيل بسبب الإصابة قاد مع برشلونة 3 مواجهات وسجل السفاح الأرجواني 5 أهداف وصنع هدف. نروح للدوري الإيطالي والكالتشو. لاعب الكبير كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس نشر صورة على الانستغرام من مباراة امبارح واحتفل بالفوز على نادي كالياري 3-0، وكمان نشر على تويتر وانستغرام وقال: تقدير مودة نصر، انه اليوفنتوس العظيم. أما بقى في الدوري الألماني أو البونزليجا، خصوصا نادي بايرن ميونخ الألماني اللي بيعاني من تراجع نتائج في الفترة الأخيرة، لكن لسه محتل المركز الثاني في ترتيب الفرق في البونزليجا برصيد 20 نقطة. واجه امبارح نادي فرايبورغ المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، غرد الحساب الرسمي للنادي بصورة على تويتر وكتب: لن نستسلم. كمان من اخبار الدوريات بقى لاعياد الميلاد، نروح للحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا على تويتر اللي احتفلت بعيد ميلاد اكتر من لاعب النهارده، ابرزهم طبعا البرتغالي لويس فيجو لاعب ريال مدريد السابق واللي تم 46 سنه وثمنت ليه صفحه الفيفا وكتبت: عيد ميلاد سعيد. كمان احتفلت صفحة داتش فوتبول على تويتر بعد ميلاد لويس فيجو وكتبت: عيد ميلاد سعيد لويس فيجو، الرجل الذي تغلب على بعض الأساطير للفوز بالكرة الذهبية عام 2000. حساب رسمي للاتحاد الأوروبي لويفا لكرة القدم على تويتر كتب باللغة الألمانية: احتفل بعيد ميلاد اللاعب المغربي أشرف حكيمي لاعب نادي بورسيا دورتموند واللي أكمل 20 سنة، واتمنى ليه طبعا الاتحاد حساب عيد ميلاد سعيد. كمان اخيرا بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي نشر على انستغرام صوره وفيديو طريف لي بيشير لخلافه مع جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق بطريقه غير مباشره. بوجبا قص شعره على شكل قلب مكسور وعمل منشل نادي مانشستر يونايتد وكتب بشكل كوميدي: اكسروا قلبي وهفضل احبكم. كمان نشر فيديو بيوضح طبعا قصه شعره الجديده، تعالوا نشوفها. Far best when it's lovely. Wrist cuts get you glissed up. How you looking like you still love me? Why can't you love me? You got somebody. You cannot trust me. I cannot trust me. Yeah. All of my wrists set on my neck. I got a flex. Shit on my ex. You not my bitch. You did me wrong. Feel like I can't even call you. دلوقتي ميعادنا مع فاصل سريع ونرجع بعد كده يكون معانا ضيفنا النهارده دكتور مروان صالح الناقد الرياضي في المساء. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومعانا دلوقتي في الاستوديو منورنا دكتور مروان صالح الناقد الرياضي في مسا. مساء الخير. اهلا اهلا، مساء الخير ومساء الخير. اكيد منورنا في كلام في الميديا. لا ده انتوا منورين، ودايما يا رب كده قناه الاهلي تكون منوره بجمهورها بمجلس ادارتها بضيوفكم ان شاء الله. عايزين نتكلم طبعا في الاول على مباراه النادي الاهلي والترجي التونسي، مباراه يوم الجمعه اللي فاتت اللي انتهت 3-1، شفت اللقاء ده ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للمباراه الاهلي يعني والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري الاميره الافريقيه كان صعب طبعا بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي. الجيل ده كان عايز يثبت وجوده، الجيل ده عايز يحط اسمه في دولاب النادي الاهلي، ان هم جابوا البطوله بعد 5 سنين. صحيح. من 2013 لحد وقتنا هذا الاهلي ما جابش، جاب بطولات بس طبعا بطوله دوري الابطال دي بتبقى لها رونق، لها حاجه خاصه، طعم مفضل، بطوله محببه مفضله للاعبي النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. أكيد. فالبطوله كانت يعني المباراه كانت مباراه صعبه ما بين فريقين ومخارج الخطوط كما بين مديرين فنيين. مدير فني باتريس كارترون اللي قدر يوظف لعيبه النادي الاهلي وكلهم في مكانه، وطبعا بعد يعني نقول بعد رحيل عبد الله سعيد كان في كلام ان النادي الاهلي هي موضوع اللاعب صانع الالعاب. لا النادي الاهلي ما بيقفش على لاعب، لا النادي الاهلي زي ما اتقال النادي الاهلي لا يقف، ما بيقفش على لاعب. اه وبمن حضر صحيح. يعني من هو صحيح. موجود ف
فهو صحيح. النادي الاهلي ويمثل النادي الاهلي. المباراه كانت زي ما قلت لحضرتك خارج الخطوط ما بين المديرين الفنيين الفرنسي باتريس كاثيرون ومعين الشعباني المدير الفني الوطني لمنتخب الترجي التونسي. طبعا واضح جدا هدوء الكابتن باتريس كاثيرون قصاد عصبيه وارتباك وتوتر مدير الفني للترجي التونسي، ده اكيد بيأثر على اللعيبه. الماتش كان عصبي ما بين اللعيبه. طبعا دايما المباريات النادي الاهلي مع الفرق الشمال الافريقي دائما بتتميز بالعصبيه، ودايما النهائي ده يعني اتكرر قبل كده كذا مره، وده نهائي زي ما نقول ليه طعم خاص في وجود الكابتن محمود الخطيب بيبو بطرور، او زي ما نقول يعني راجل كان له في الملاعب وكان نائب. كابتن محمود الخطيب صمم ان هو يكون رئيس للبعثه ويقودها هناك في تونس، برغم طبعا حالته الصحيه ان شاء الله هو طبعا عايز حال. وعايز كابتن محمود الخطيب عايز يهدي من الاوضاع طبعا، واحنا كلنا بالنادي تهدئه الاوضاع، لان دي في الاول وفي الاخر مباراه كره قدم. النهائي لازم نهني الفائز ونقول المهزوم هارد لك، ما ينفعش ان الشحن المعنوي اللي بيحصل ده، لازم العمليه تبقى هاديه اكتر من كده، ما يقعدش مذيع او معلق يتكلم كلام ملوش لازمه. صحيح الحروب شغاله على السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي، وواضح ان في ناس مصممه انها تثير الفتنه ما بين الفريقين او ما بين الجمهورين، جماهير الترجي التونسي وجماهير النادي الاهلي. لكن واضح طبعا ان المسؤولين في النادي الاهلي دايما بيطلعوا بياكدوا ان ما فيش اي مشاكل، بالعكس كان في حسن استقبال للنادي الاهلي في تونس، وكذلك هو ده اللي حصل هنا لما جم مصر، هم برضو متوقعين ان يكون في حسن استقبال ان شاء الله في اللقاء الاخير. اكيد 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 بقول لحضرتك التوانسه اشقاء عرب دول، احنا يعني في الاول وفي الاخر احنا بنقول دي رياضه، يجب ان احنا نتحلى بالاخلاق سواء في فوز او في هزيمه. الاتحاد التونسي لما اجتمع وطلع قرارات او طلع حاجات ومعترض على حاجات، احنا طبعا احنا بنحترم الاتحاد التونسي ونحترم نادي الترجي التونسي ونحترم كل، وكابتن محمد يوسف راح لرئيس البعثه بعد انتهاء المباراه وسلم عليه وقال له ما فيش اي مشاكل وما فيش اي حاجه، وذلل لهم كل حاجه. الكلام اللي بيتقال ان هم التفتيش كان على الاتوبيسين ده والاتوبيس ده دخل 25 دقيقه ودخلت 25 دقيقه. انا بقول لحضرتك ده في الاخر برضو لصالح الفريقين، لتامين الفريقين ولتامين اللي موجودين في الاستاد، او هو مش عيب قوي ان انا امن ومش عيب قوي ان انا اتبع تعليمات الامن الخاص. صحيح. اللي موجود. صحيح. وبعدين دي كمان ده استاد جهاز قوات مسلحه ولازم نتبع التعليمات اللي موجوده. صحيح. فيه، وده من مصلحه وامان. صحيح. الفريقين، وبعدين التعليمات والامن هناك صارم جدا في برج العرب. يعني انا لما رحت هناك كذا مره حضرت مباريات في التفتيش. أيوة. ايا كان مين اللي قدامك، حتى لو عارفين انت مين وبتعمل ايه، هتتفتش. كله بيتفتش، كله تحت طائله القانون، لان يعني اولا لما يحصل حاجه يعني انا عايز اقول لك ان التفتيش بيطلع، حتى الاتوبيسات الاعلاميين بيطلعوا ويبصوا في شنطهم، حتى جوه شنطهم بيشوفوا فيها ايه. انا بقول لحضرتك وبعدين بيفتحوا الشنط وبيشوفوا كل حاجه، هم زعلانين من الموضوع ده. أثار الموضوع ده المعلق بتاع قناه فضائيه يعني ملوش لازمه، يعني كلامه ملوش لازمه، مش وقته الماتش الجمعه الجاي. كمان اليوم ده كان يوم بصراحه صعب جدا على مصر كلها، يعني كان للاسف تصادف او تزامن في نفس وقت حادث ارهابي. ربنا يرحم يا رب، نرسل لهم تحيات وربنا يبقى يلف في الاحياء في شهداء المنيا، واللي هم كانوا رايحين رحله اصلا، رايحين رحله يعني رايحين يزوروا دير يعني زيه زي يعني حاجه سياحيه رايحين يزوروها. فده ربنا يصبر اهلهم يا رب. وبنقول ان الامن لازم له تعليمات في كل حته. صحيح. احنا لما بنخرج مطار حضرتك بتسافري شوف الامن بيعمل ايه، بيبقى في تعليمات لازم نتبعها. يا لازم دي ما مش حاجه طبيعي وبتيجي على كل الناس دلوقتي. الوزراء بقوا بيقفوا يتفتشوا ويلاقوا وبيقلع الجزم كل حاجه بتحصل، وبيشيل حاجته وبيحط يعني وتفتيش ذاتي كمان. صحيح. وكل حاجه. فدي ما تزعلش حد ابدا، ودي ما تصيرش قلق. وبصراحه النادي الاهلي رد كويس على
كابتن محمد مرجان المدير العام النادي قال يا جماعه احنا مش زعلانين من حاجه، دي تعليمات واحنا بنتبعها ودي لازم لازم تكون. وانتوا لو هتعملوا كده معانا برضو ده حقكم. ما هو ده حق ده ده, ده 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 حق كل دوله بتستضيف ماتش او نادي او استاد او من ذلك، لازم في تعليمات حسب الامن ما يقول يا جماعه في تعليمات كذا كله. يعني كلنا لازم نكون ورا النادي الاهلي، ومش يمكن التفتيش ده يكون لصالحهم برضو، ما ممكن يكون لصالحهم. انا بقول لحضرتك لتأمين البعثتين، وممكن صحيح. حد زي ما حضرتك بتقولي ممكن حد هم ما يعرفوش حط حاجه من الفندق او حط صحيح. اي حاجه، فده لتأمين البعثه، وده ما يزعلش حد وما يصيرش فتنه كده يعني كبيره قوي كده وما يصيرش الموضوع ما كانش مستاهل. لا 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 خالص خالص خالص. والاهلي الاهلي الاهلي, الأهلي كابتن مرجان طلع رد، وكابتن محمد يوسف بعد الماتش دايما بيطلعوا بيردوا بياكدوا احنا كلنا اخوات، احنا اشقاء، واحنا بنلعب بمباراه كره قدم لازم نظهر فيها الروح الرياضيه، مش حاجه تانية، وده عمره ما ياثر على علاقه البلدين او الشعبين اللي ما بينهم طبعا. دائما طبعا كبيرة. هي دي قله قليله ما لهاش لازمه، يعني بتطلع وبتتكلم كلام على السوشيال ميديا وتتكلم على الفيسبوك وتتكلم كلام ملوش لازمه، واحنا يجب ان احنا نبعد سواء اهلي او ترجي سواء تونس او مصر، نبعد عن الكلام ده. صحيح. هيبقى طبعا في القرار اللي هم عملوه الكاف اللي هو قال ان جماهير الاهلي برضه عشان ما يحصلش حاجه وتقولوا لا ده جماهير تونس اللي عملت، لا الاهلي هيبقى في مدرجات وراه فاضي، مش هيبقى في وراه جماهير تونس زي ما اتقال. وزي ما انا عرفت النهارده ان الكاف قال لازم جماهير الاهلي ما يبقاش وراها جماهير تونس. وانا طبعا كلنا واثقين طبعا في اخلاق اخواتنا التوانسه اكيد، وفي حسن استقبالهم اكيد لينا، والجمهور النادي الاهلي اللي رايح عندهم في بلدهم اكيد هيكون ضيف، اكيد هيكرموه هناك وهيعززوه، يعني مش احنا نتمنى انها تكون مباراه العوده مباراه ما بين فريقين كبار واكبر فرقتين في شمال افريقيا، والاهلي والترجي التونسي، وكل ونكن لهم نكن للاخو الشقاء العرب التوانسه كل تقدير وكل احترام في استضافه النادي الاهلي. صحيح. طيب عايزين بقى نسالك عن كان في شويه احداث طبعا في اللقاء اللي فات، لقاء النادي الاهلي مع الترجي التونسي، او كان في انتقادات كتير حصلت بعد اللقاء، واكبرهم كان للحكم، حكم اللقاء مهدي عبيد. مهدي عبيد برغم ان هو استخدم تقنيه الفار اللي كلنا كنا بنطالب بيها. يعني اول الراجل ما عملش حاجه، الراجل راح واستخدم التقنيه وكان معاه جسامه بكاري ومعاه حكام تانيين في الغرفه ومعاه الاتصال بيهم وبيكلم وبيعيد كذا مره وبياخد القرار. صحيح. يعني ما بياخدش القرار كمان، هو خد القرار بس الفار ده تاكيد للقرار. صحيح. يعني هو لما خد ضربه الجزاء الاولى، ضربه الجزاء الاولى ضربه صحيحه جدا، يعني هي باينه خالص. صحيح. طبعا باينه طبعا. الثانيه نفس القصه، بس انا عايزين نقول حاجه. ما ينفعش ان احنا نطلع نخون حكم او نطلع نقول ده الحكم ده ما حسب ضرب جزاء عشان ايه؟ عشان عيون النادي الاهلي، عشان خدوا دوره في مصر اسبوع على الفار. طب هو اللي اتحاد افريقيا ده بيتبع مين؟ مش الاتحاد الدولي وهم اللي بيقولوا التعليمات ان ده ان المباراه دي هيبقى فيها الفار، ولا هو الاهلي عارف قبليهم ولا بعديهم؟ لا، الموضوع ده معروف من زمان، ومعروف ان الاهلي والترجي ماتش الاهلي والترجي ده هيبقى فيه استخدام الفار. طيب يعني طب يا جماعه ما بلاش اسلوب التخوين ده، ما ينفعش في الكوره. وبعدين تقنيه الفار دي احنا يعني تم اختراعها عشان نتلاشى، عشان العداله. عشان العداله في نتلاشى الاخطاء اللي بيقع في اخطاء انسانيه تبقى من انسان بطبعه ممكن يخطا. فلو ما اشوف انا الفيديو تاني مره او تالت مره وتأكد من صحه قراري، ده بياكد ان انا ماشي صح. لو في حته خطا او في قرار خطا انا بتداركه وبرجع اخد خطا والقرار الصح. صحيح. يعني استخدام تقنيه الفار مش 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 مقيده، لا ده بالعكس، ده هي بتدي الحق والعداله للفريقين. صحيح صحيح. وكمان عايز اقول ان يعني الحكم مهدي عبيد تم اختياره الوحيد اللي تم اختياره ان هو يكون موجود في مونديال الانديه او كاس العالم للانديه، وبرغم ده برضو بيتعرض لهجوم وهم شايفين ان هو غير كفء مثلا. والله الحكم انا اعتقد ان هو كان لياقه بدنيه عاليه، وكان مع كل كوره وكان ماشي مع يعني كل يعني هو الوحيد اللي بيمثل اصلا القاره الافريقيه في البطوله الهامه القادمه ان شاء الله، هي بطوله العالم للانديه اللي هتبقى في الامارات ان شاء الله باذن الله. كابتن مهدي كان اعتقد ان هو راجل، حتى لما جيت اتدرب في قبل تمرين الاهلي قبل الماتش بيوم،
اتدرب وبص على الشباك وبص على الدنيا وشاف الجو، لان تقريبا اول مره يجي ملعب برج العرب اعتقد، يعني اول مره يجي ملعب برج العرب. هو حكم للاهلي قبل كده بس ما جاش ملعب برج العرب بقى، هو ده راح وقبليها وقاعد هناك. يا جماعه يا جماعه قصص بقى، يا جماعة نسمع قصص يا جماعه، ما ينفعش مش كوره دي كده. انتوا بتقللوا من شان الاتحاد الافريقي، بتقللوا من شان الحكام. ممكن يكون كان في زمان الكلام ده، بس خلاص بقى دلوقتي الدنيا يعني واضحه بضوء الشمس، واللي بيحصل في مصر في ثانيتها بيكون منقول على العالم كله. طبعا انما الاول كان ممكن يكون الماتش بيتذاع ما بيتذاعش ده ممكن نقول لحضرتك، لكن احنا بنؤكد ان ماتش العالم كله بيتفرج عليه. ما انا بقول لحضرتك بنؤكد ان الاتحاد الافريقي، ونؤكد ثقه النادي الاهلي في الحكام اللي بيرشحها الاتحاد الافريقي، وبنؤكد ان شاء الله هتكون مباراه، وهتكون مباراه قويه وبالنسبه للفريقين، وان شاء الله هيكون لقاء اشقاء عرب، لقاء اشقاء افارقه، لقاء في روح الود والمحبه ما بين الاهلي والترجي ان شاء الله في لقاء العوده. بالنسبه للقاء العوده يعني ازاي يستعد النادي الاهلي للقاء العوده، للقاء الحاسم بقى؟ الاهلي اولا ننسى بقى الماتش اللي فات خالص، نهائي 3-1 ده ننساه، هنلعب ماتش جديد. انا داخل العب ماتش نهائي يعني هو الاهلي يكفي ان هو يفوز 1-0، بس مش عايزينهم يفكروا. انا بقول لحضرتك يعني احنا بنقول الفرص او الفرص للاهلي ان هو يحصل على كاس الاميره الافريقيه او البطوله الافريقيه يوم 9 نوفمبر الجمعه القادم ان شاء الله. اول حاجه ممكن يفوز 1-0، ممكن يتعادل 1-1، صحيح ممكن يتعادل 2-2 هيفوز برضو. ولكن احنا انا بطلب من الكابتن وهو ده اللي بيعمله، او ده يعني الراجل بصراحه مدرب جيد جدا، مدرب فاهم جدا، فاهم ملعب، فاهم امتى، وقدر يوظف وليد سليمان توظيفات جديده. صحيح. جدا وليد سليمان اللغز الغريب اللي لغايه دلوقتي برضه ما انضمش للمنتخب. انا نفسي اعرف هو مستنيين يعني وليد سليمان يطلع نار من بقه ويعمل يعني ايه. في حاجات كتير مش وليد سليمان بس يا استاذ، يعني هو في حاجات كتير. لا بس فعلا وليد سليمان يعني عليه علامه استفهام كبيره قوي. وليد سليمان بطريقه سليمان غريبه جدا في انجلترا. وليد سليمان في اعلى فورمته في الماتش اللي فات بتاع يوم الجمعه الماضي. وليد سليمان وصل لذروه اللياقه البدنيه، لعب 90 دقيقه. وليد سليمان رغم اصابته اتعالج ورجع ولعب عشان راجل. يكون قدوه لزمايله الشباب، زي قدوه للعيبه الجداد اللي هي بتلعب افريقيا لاول مره، بيلعب نهائي افريقيا. يعني احمد حمودي اول مره يلعب نهائي افريقيا، عمرو السوليه جاب جون بعد صيام حوالي 1200 او 1225 يوم عن التهديف. صحيح. يعني صحيح. يعني جاب جون ولا يعني جون معمول بتكتيك فني بكوره ملعوبه من وليد، يعني وليد سليمان طبعا يعني صنع جون وكان يعني الجونين يعني هو اللي جابهم دول ضربات الجزاء. صحيح 100%. احنا مش عايزين نقول بقى نقول لا الحكم ده ضربه الجزاء الثانيه فيها شك وبتاع. الحكم راح للفار واوقع مني واقرب من اي حد في العالم للكوره. انا اصلا مش عارفه يعني مين اللي قاعد يتكلم ويشكك في ضربه الجزاء دي. مباراه ما بين النادي الاهلي وما بين الترجي التونسي، احنا حتى ما شفناش جماهير الترجي بتتكلم عن المشكله دي. اما هو انا بقول لحضرتك يعني هي بتبقى قله قليله عايزه تثير مشاكل، عايزه لا طب وليه؟ طب ده في الاول وفي الاخر نادي مصري بيلعب قصاد نادي تونسي، فما ينفعش ان احنا نقول بقى ده مش ضربه جزاء، ده ما ينفعش مش عارف ايه. لا النادي الاهلي بيحترم الحكام الافارقه وبيحترم قرارات الاتحاد الافريقي. الاتحاد التونسي اجتمع زي ما قلت لحضرتك وخد قرارات على عيننا وعلى راسنا. الاهلي ان شاء الله حتى الكابتن الخطيب راح اعتقد حضر المران بتاع اللي هو لسه خلصان من حوالي دقائق في مختار التتش، وطبعا اكيد عشان يدي ثقه للعيبه اكتر. اكيد عشان يحاول بوجوده يحسهم طبعا باهميه هذا اهميه اللقاء والثقه. لو انا مش مسافر اتعالج، او انا دلوقتي عندي لا وقت انا اجلت علاجي حتى وجيت على صحتي عشان اكون موجود معاكم بسبب اهميه أكيد اللقاء ده. اكيد 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 زي ما قال لهم احسبوها يا لعيبه قبل اللقاء، قال لهم احنا عايزين نفوز. برضه هو الراجل واقف في ظهرهم
وهو راجل كان لاعب طبعاً وكان فاهم وعارف صحيح. قيمه لما يكون رئيس النادي لما كان صالح سليم بيجي يحضر مران ده كان بيبقى دفعه معنويه كبيره جدا للعيبه. وبرده كابتن محمود الخطيب لما يحضر مران كل اللعيبه هتبقى كله عايز يتهافت كله عايز يلعب. ربنا يعني يوفق النادي الاهلي ان شاء الله سفر بعد باكر ان شاء الله بعد غد يوم الثلاثاء ان شاء الله الساعه 8 صباحا باذن الله. كل التوفيق وكل الامنيات للنادي الاهلي انه يرجع لنا ان شاء الله ويفرح هنقول جماهير مصر مش هقول جماهير النادي الاهلي. كلنا متعطشين للفرحه ما لنا 5 سنين عايزين ناخد بطوله عايزين نرجع كاس عالم عايزين نشوف لعيبه النادي الاهلي تروح بقى كاس العالم ونشوف طريقه الاداء واللعب الجميل من لعيب النادي الاهلي امام لاعبي العالم وامام انديه واخده بطولات افريقيه واللي واخد بطوله امريكا واللي واخد بطوله اسيا واللي واخد طبعا اكيد هيبقى في تغيير في الاعداد هيبقى في تغيير في الشكل اللعيبه دي لما تلعب لما تاخد بطوله هيحصل تغيير. الاهلي هي نعم هيحصل على مبالغ ماديه كبيره لكن اللعيبه هيحصل لها طفره هيبقى كتب اسمه في سجل النادي الاهلي في دولاب النادي الاهلي بعد كده لما يروح كاس العالم هيحصل برضه اي نعم هيبقى ظاهر قدام سماسره وكلاء الكوره وكل وكلاء الكوره ان ده بيلعب وده النادي الاهلي وده لعيبته ودي اللي هم لعبوا موسم كان صعب عليهم جدا وبيلعبوا في 5 بطولات دوره بطوله عربيه دوري محلي كاس مصر دوره الالعاب البطوله العربيه ودوري ابطال افريقيا يعني كان بيلعب في 5 بطولات كان كل 3 ايام ماتش ده كان حمل. والاهلي برده كان عنده اصابات ومشيت لعيبه من عنده صحيح. فده انجاز سواء للعيبه سواء لمجلس الاداره سواء للجهاز الفني انجاز انه يصل الى النهائي الافريقي وان شاء الله باذن الله الجمعه الجايه نفرح كلنا ونفرح بحصول النادي الاهلي على البطوله الافريقيه للمره التاسعه باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. من خلال بقى مشاهدتك للقاء لقاء الذهاب في برج العرب شايف المباراه فيها ايه خطوره او ايه الخطوره اللي هتكون على النادي الاهلي في لقاء العوده؟ اعتقد احنا هنبدا ناخدها كده خطوط حارس المرمى بسم الله ما شاء الله محمد الشناوي شال جون يعني صحيح بس هو الخطا بتاعه اللي هو طلع في الهجمه يعني هو طلع وما كانش في اتفاق ما بينه او تنسيق ما بينه وما بين المدافعين بالذات سعاد سمير وايمن اشرف الاثنين او مع كلوبالي الثلاثه لازم كان يبقى في تنسيق يا جماعه انا هطلع في الوقت الفلاني لازم حد يغطيني لازم يبقى في اتفاق ما بينه وما بين هو اكيد مصطفى كمال طبعا قعد معاه وهو طبعا اكيد الشناوي زعلان ان هو كان سبب او مش هنيجي نقول سبب ان هو اخطا في دخول هدف في ابن مرماه اكيد مصطفى كمال قعد معاه النهارده لان كان في قعده قبل التمرين حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع طبعا الجهاز الفني قعد معاه مصطفى كمال اكيد اداله توجيهات الشناوي اما يكون طالع تبقى في نظرات او في اشارات او في اتجاهات او في حاجات بتبقى اتفاق ما بين حارس المرمى وبين المدافعين اللي قدامه ان انتوا ترجعوا في الوقت اللي انا طالع فيه تغطوني. عشان تغطوا بعد ما الشناوي اكيد هيتدرب على اللعب هيتدرب على الكرات اللي حصل منها الخطا بقياده الكابتن مصطفى كمال وهيحاول مع طبعا الحراس الثلاثه الكابتن شريف اكرامي ربنا يشفيه وبنته ان شاء الله وعلي لطفي فطبعا ربنا يوفق ان شاء الله مصطفى كمال في تدريبات معينه واعطاء جرعه تدريبيه للحراس. نخش بقى على الدفاع بالنسبه للنادي الاهلي عندنا احمد فتحي طبعا مش هيلعب للأسف الماتش للاسف واخد راحه اسبوعين وعنده مزق في العضله الضامه الاماميه فده طبعا هياثر على معنويات الاهلي بس هو طبعا وجوده او ده قرار ان هو يسافر مع البعثه ده قرار تربوي يعني انا احيي عليه كابتن محمود الخطيب ان هو خلى احمد فتحي يسافر لانه هيقعد مع اللعيبه هيكون عنده وقت هو هيقضي تدريبات تاهيليه ويؤدي حاجات برنامج تدريبي بس حسب مجرد وجوده مع وجوده ما انا هقول لحضرتك وجوده وهيقعد مع اللعيبه الصغيرين هيقعد مع اللعيبه اللي لسه ما خدوش خبره اللي ما لعبوش البطوله دي كده اللعيبه هيلعب 5 افريقيا هو الاهلي كان لعب افريقيا ما كان في 6 لعيبه من ضمنهم محمد نجيب طبعا خارج التشكيل برضه ونفس القصه تعبان او عنده الاصابه فده هيؤدي ان النادي الاهلي لازم يعد محمد هاني اعداد جيد جدا عشان يلعب مكان احمد فتحي ويلعب في مركزه
هيبقى عندنا سعد سمير، طبعا سعد سمير بكامل لياقته وجاهز للماتش ان شاء الله، والكلوبالي نفس القصه برضو جاهز. نخش بعد كده ادي الدفاع، الارتكاز اثنين ارتكاز، وحسام عاشور وجنبه هيبقى عمرو السوليه، الاثنين بسم الله ما شاء الله فورمه عاليه جدا صحيح. وربنا يحميهم وربنا يوفقهم. انا دايما بقول ان حسام عاشور وجوده يعني هو اي نعم يعني كان في بعض الكرات دفوهات او حاجات، لا دي طبعا الجهاز الفني الكابتن محمد يوسف مع باتريس كارتيرون هيحاول يشوف الاخطاء اللي وقع فيها اللعيبه في خلال هذا اللقاء، وهيشوفوا كمان اكيد هيشوفوا مباراه اخرى اللي هي كانت قبل النهائي لفريق الترجي التونسي، ويشوف الدفوهات والثغرات اللي يقدر يخش منها استفادوا ان هم يقعوا فيها مره بالذات الهجمات المرتده السريعه. صحيح امبارح كان في او يوم الجمعه اللي فاتت الهجمات المرتده دي كانت برضو خطر على النادي الاهلي، وكان في فراغ حوالي 20 متر قدام سعد سمير. الحته دي فعلا متغطيه يعني دي عايزه برضو يبقى في تمرين عليها وفي تدريب عليها عشان ما نقعش في اخطاء. الحاجه الثانيه لما نيجي نقدم قدام طبعا كابتن وليد سليمان بسم الله ما شاء الله، اعتقد ان ده احسن لقاء او يعني وصل لفورمته العاليه وليد سليمان، احسن ماتش احسن يعني وليد طبعا عايز يتوج بالبطوله. وليد سليمان يعني في الموسم الحالي بصراحه قدم اداء يعني وليد سليمان الحمد لله يعني ادى اداء في البطولات الخمسه اللي بيلعبها النادي الاهلي، بس ظهر جدا الراجل جاب جونين وصنع الثالث يعني، وبعدين في ما قعدش كان بيرجع ويطلع قدام ويلعب من النص، هو تم توظيفه عن طريق الكابتن عن طريق المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون ان هو يقدر يلعب في الحته اللي هي قدام المرمى على زي ما بيقولوا عليها اللي هي راس المرمى دي، قدر منها شو يقدم ويجيب ويوزع كرات يمين وشمال. وليد سليمان تم اعاده اكتشافه باتريس كارتيرون، لكن هو طبعا موجود من زمان وكامل في كامل فورمته. وليد سليمان انا اعتقد ان المفروض بدون مبالغه كان يجب انا اجيري المدير الفني لمنتخب مصر ان يضمه، ولكن صحيح. في كلام كتير يعني مش عايزين طب خلينا نتكلم عن انضمام وليد سليمان او عدم انضمام قائمه اللعيبه المحليه اللي هيشاركوا في المعسكر. بغض النظر عن وليد سليمان وعدم انضمامه، هو ده اللي اتعودنا عليه خلاص، ابتدينا نفقد الامل ان هو تقريبا ممكن ما يكونش معاه الجنسيه المصريه، يعني الناس بقت بتتكلم انه هو معاه جنسيه حاجه ثانيه يعني. والله ده حاجه ده يعني موضوع غريب جدا، بس خلينا نروح نشوف اللعيبه اللي انضمت للمعسكر القادم صحيح معسكر منتخبنا عشان مباراه تونس ومباراه الامارات. عمرو السوليه من النادي الاهلي، مروان محسن من النادي الاهلي، طارق حامد زمالك، محمد هاني من الاهلي، ايمن اشرف من الاهلي، محمد الشناوي من الاهلي، محمود حمدي ونش من الزمالك، باهر محمدي من الاسماعيلي، صلاح محسن من الاهلي، محمد محمود من دجله، محمود عبد الرحيم جنش من الزمالك، محمد ابو جبل من سموحه، محمد حمدي من بيراميدز، واحمد ايمن منصور من بيراميدز، واسلام جابر من الداخليه، وطاهر محمد من الاولين العرب. انا اعتقد في اثنين يعني كان المفروض يتضموا دايركت، محمود علاء بصراحه من الزمالك صح بامانه يعني صحيح. لاعب في كل المقامات، اللاعب اللي هو يعني اعتقد ان هو بيأدي بلاء حسن في مع الزمالك وكسب الزمالك في كذا لقاء صحيح. علاء واما وليد سليمان في طفرته وفي اعلى فورمته، فوليد سليمان يا جماعه لازم كان يعني انا بقول لاجيري نظره يا اجيري على وليد سليمان على الحاوي اللي هو كان سبب فوز من ضمن اسباب فوز النادي الاهلي على الترجي التونسي 3-1، وكل الامنيات ان هو يكون ان شاء الله سبب من الاسباب في لقاء العوده باذن الله يوم 9 اللي جاي، ونرجع والاهلي يرجع بالكاس ويسعد جماهير مصر، مش عايز اقول جماهير الاهلي، يسعد الجماهير المصريه كلها عشان وليد سليمان كان مصاب وحط شاش على صحيح. على راسه ونزل لعب تاني، فوليد ربنا يوفقه ان شاء الله ويثبت وجوده، ونظره نقول لاجيري نظره للعيبه تاني بتاعه المنتخب عشان نكمل ولا نكمل اللعيبه؟ لا خليني بقى اسالك على ايه المباراه اللي لعبها النادي الاهلي على ملعب رودس مش ممكن تنسى نتيجتها؟
المباراة الأخيرة. آخر مباراة كانت 2012 صحيح، كان أبو تريكة أعتقد. وكان نقول ساعة الحظ ونقول عليه اللي هو كان جاب هدف الفوز. المباراة دي طبعا الأهلي دايما كعبه علي فيرودس، مش عايزين نقول كده يعني كابتن محمد يوسف بصراحة يعني اللي محدش يا جماعة يقول لا 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 احنا مش عايزين نقول كده، احنا مش يعني لازم نقول كده ومش لازم نصدر أبدا الثقة الزيادة دي. ممكن يكون صحيح. أنا هقول لحضرتك على حاجة، ممكن تكون كل ما يروح عنده 2012 كان جده وليد سليمان، ممكن يكون ان الاهلي بيروح رادس لعيبه تونس بيبقى عندها ثقه زياده عن اللزوم، الثقه الزياده دي ساعات بتدي طاقه غير طاقه، يعني ما تخليش ان اللعيبه دي تادي او يحصل توتر او يحصل ارتباك او الشحن المعنوي زياده عن اللزوم بيتعب برضه نفس القصه. يعني الشحن دلوقتي هم عاملين يشحنوا وبتاع، بس احنا الحمد لله احنا الكابتن الخطيب اكيد قال للعيبه احنا عايزين تركيز، عايزين تظبط، لازم يبقى في تظبيط، تركيز يعني انسوا بقى ما انا قلت لحضرتك في الاول بدايه، انسى ان انت فزت 3-1، انسى ان انت فايز في بطوله ثانيه. المباراه دي بطوله، دي بطوله دي هتجيبوها، هتبقى انتوا رجاله وهتبقى انتوا اثبتوا وجودكم وكتبتوا اسمكم بحروف من ذهب زي ما بيقولوا في تاريخ الكره المصريه وتاريخ الكره الافريقيه. انتوا جيل عايز يحقق حاجه، يعني كل اللي موجودين بسم الله ما شاء الله اللي في الملعب كلهم عايزين يحققوا حاجه جديده، عايزين يوصلوا، عاوزين يعملوا تاريخ جديد لاسمائهم ويضيفوا بطوله لبطولات النادي الاهلي في دولاب النادي الاهلي. الشحن المعنوي زي ما قلت لحضرتك اللي ماشيين بيه بعض الناس وعايزين يعني زي ما يوقفوا مثلا او يبوظوا شكل الماتش الجاي، لا الماتش الجاي ان شاء الله هيبقى ماتش قوي جدا ان شاء الله، هيبقى ما بين اشقاء عرب الاهلي والترجي، وان شاء الله هتبقى الجماهير على مستوى المسؤوليه، الناس خايفه من الجماهير، الجماهير الاهلي والجماهير المصريه اللي ناويه تسافر هتبقى على مستوى المسؤوليه، عارفه ان صحيح. الاهلي بيلعب بطوله ولازم نحافظ عليه، والاهلي طبعا اكيد جماهير الاهلي بتقف ورا الاهلي في كل حته أكيد. يعني أكيد. وفي كل المواقف أكيد. سواء الاهلي فايز سواء الاهلي في حاله في اي حاله من الحالات الجماهير بتقف ورا النادي الاهلي وبتسنده وبتساعده وبتأزره، وده طبعا اكيد. وكمان الاهلي او جهاز الاهلي او مجلس اداره الاهلي دائما وابدا بيقدم الشكر للجماهير على وقوفها خلف النادي الاهلي، ودي الكلمه اللي قالها الكابتن محمود الخطيب الاسبوع اللي فات قبل يوم الخميس، يوم ما راح للاعيبه قال لهم انتوا عايزين تسعدوا جماهير الاهلي لازم تفوزوا. اكيد اكيد طبعا، وجماهير الاهلي اصلا ما بتقبلش غير بالفوز، ما يعني بتقبلش طبعا، ما هي اتعودت بقى جماهير الاهلي اتعودت ان تلاقي البطل النادي الاهلي وحاصل ورجع بكاس وعايزين يفرحوا، فهم دائما وابدا عايزين دائما يحصلوا على بطوله، طمع مش عايزين بقى نقول حاجه ثانيه، بس هو جماهير الاهلي بتحب البطوله، بتحب انها تفرح. احنا سالنا برضو جماهير النادي الاهلي ايه المباراه اللي على ملعب رادس اللي مش ممكن تنسوها او تنسوا نتيجتها، فردوا علينا، هادي رد علينا من على الفيسبوك، قال 2012 لما كسبنا البطوله في رادس وان شاء الله السنه دي نكسب البطوله برضو من رادس. خالد العمده كمان قال لنا اظن كل ماتشات رادس اهمها جول تريكا في الصفاقسي وجول عبد الحفيظ في 2001 وماتش بطوله الشهداء. كمان محمد عبد الستار قال تحياتي يا شيماء، بطوله 2012 على ملعب برادس، ولكن مباراة الأهلي والصفاقسي هي أكثر مباراة صعوبة وإثارة وفرحتها لا توصف بالهدف اللي سجله أمير القلوب أبو تريكة. كمان مورا بتقول مساء الخير عليك يا شيما، ماتش 2012 نهائي البطولة 2-1 بهدفي جده ووليد سليمان. محمود شاكر بيقول مساء الخير يا شيما، طبعا ماتش الصفاقسي 1-0 في الدقيقة 92 لأبو تريكة. ياسين علي كمان قال مساء الخير يا شيما، ماتش نهائي 2012 في رادس 2-1 لجده والحاوي. رمضان حسن كمان قال لنا اكيد مباراة الاهلي والصفاقسي هدف ابو تريكة العظيم. حسين محمود بيقول ماتش 2012 النهائي 2-1 لجده وليد سليمان. احمد فتحي بيقول مساء الخير يا شيما، اكيد نهائي 2012 بطولة الشهداء. احمد بيقول اكيد مباراة اياب نهائي افريقيا 2006 هدف ابو تريكة قصاد الصفاقسي التونسي. على تويتر كمان محمد خالد قال لنا نهائي 2012
ابراهيم جمال قال مباراه الاهلي والترجي نهائي افريقيا 2012 بهدفي جدو ووليد سليمان. المصري بيقول مساء الخير عليك يا شيما، نهائي ابطال افريقيا 2012. ابو ياسر بيقول نهائي افريقيا 2012 احلى ماتش للاهلي في رادس استفاقسي، وماتش الترجي بتاع اسيست السيد حمدي وجول جدو ومتعه وليد سليمان. ده راي محمد محمود. طارق موسى بيقول هدف علي معلول وجونيور اجاييه في الترجي التونسي. محمد الصعيدي بيقول ان شاء الله المباراه اللي جايه مش هننساها من فرحتنا. سامي محمد بيقول مساء الفل عليك يا شيما، طبعا مباراه نهائي افريقيا 2012 ومباراه نهائي 2006. عامر خالد بيقول هدف ابو تريكه في الصفاقسي، ان شاء الله وليد سليمان هيعملها يوم الجمعه. واخيرا محمود عادل قال نهائي افريقيا 2012. دي المباريات بقى اللي جمهور الاهلي عمره ما مش هينساها طبعا. الاهلي عمره ما هينسى، جماهير الاهلي عمرها ما تنسى اي مباراه الاهلي فرحوا فيها طبعا. اكيد اكيد بتسيب طابع وتسيب انطباع في الذاكره لجماهير الاهلي، سواء هنا مباراه هنا او مباراه هناك. احنا بس كل الامنيات للنادي الاهلي، ونطلب من اللعيبه انها تركز مع الجهاز الفني كابتن باتريس وكابتن محمد كابتن محمد يوسف طبعا، ومعاوني كابتن سامي قمصان وكابتن مصطفى كمال والجهاز الطبي، ان احنا نأدي ما نحاولش ان نحيد عن الالتزام. طبعا الاهلي لعيبه الاهلي كلها ملتزمه، ولكن طبعا التاكيد او على هذه الاشياء تنفيذ كل ما هو مطلوب من اللعيبه في فترات التدريب. احنا الاهلي اللي هيتدرب 3 تدريبات هناك يوم الثلاث يوم ما يوصل، يوم الثلاث ويوم ويوم الاربع ويوم الخميس هتبقى على ملعب رادس ان شاء الله. ملعب رادس طبعا احنا عايزين نقول لازم ناخد اللعيبه تاخد الاحساس بقى، لان في لعيبه ما اول مره هتلعب على ملعب رادس، فهي لازم ياخدوا الاحساس بملعب رادس في التدريب. اللعيبه الكبار بقى دور اللعيبه الكبار اللي موجوده، احمد فتحي، دور الكابتن حسام عاشور كابتن الفريق، كل اللعيبه الكبار الموجوده وليد سليمان، كلهم يقعدوا مع اللعيبه اللي هم ما خدوش خبرات البطولات الافريقيه، ويدوهم الانطباع ان دي بطوله لازم نكسب، لازم نفرح، لازم نفرح الجماهير، لازم نفرح كل جماهير النادي الاهلي، لازم نفرح كل اعضاء النادي الاهلي. اكيد الجهاز الفني في حاله دائما مع اللعيبه، دائما في جلسات، والجلسات دي مهمه جدا. عشان كمان المتوقع ان هيكون في حضور جماهيري كبير جدا للترجي التونسي في اللقاء ده. دور بقى اللعيبه الكبار اللي عدوا بالتجارب دي قبل كده، اكيد هيكون عليهم دور كبير جدا عشان يفهموا اللعيبه لاول مره يشوفوا مباراه زي دي، او ما عندهمش خبره افريقيه كافيه ان هم يفهموهم ايه اللي هيحصل، او اكيد في ازاي. يعني في تعامل مع الجمهور ازاي، ما يردش حاجه، ما يردش يعني عدم الالتفات تماما. انا خليني مركز في الملعب، خليني مركز ان انا اشوط، يخليني مركز ان انا انفذ التعليم اللي قال عليها المدير الفني كارترون، يخليني ان انا لازم اللعيبه الكبار دايما بيبقى لها دايما تاثير على اللعيبه اللي موجوده. يعني بقى اكيد الكابتن محمد يوسف بيقول للعيبه الكبار وانتم قاعدين مع بعض، اكيد هو لما يجي يحط اللعيبه مع بعض مش هيحط الصغار يعني، او اللي هم ما خدوش خبره ما خدوش مباريات مش في اوضه واحده، لا اكيد هيحط مثلا، يحط مثلا واحد من الكبار مع اثنين مثلا اللي ما لعبوش افريقيا، عشان يبقى فيه دايما عادات وتقول ويطالبهم ان ده نهائي افريقيا، يا رجاله لازم نلعب، لازم نجيب بطوله للنادي الاهلي عشان احنا نبقى في الصداره ونبقى اعلى من اي فريق. صحيح. بشكرك جدا يا دكتور النهارده، نورتنا اكيد. احنا بنشكر حضرتك وبنشكر قناه النادي الاهلي وبرنامج حضرتك، ودايما يا رب توفيق للنادي الاهلي يا رب باذن الله، وان شاء الله في كل الالعاب، مش هنقول في الكوره بس، تكون يعني جمعه ان شاء الله هتكون سعاده وفرحه باذن الله. باذن الله باذن الله ان شاء الله الاهلي يعود بكاس الاميره الافريقيه، ويحصل ويصعد لكاس العالم ان شاء الله في بطولة العالم للأندية بالإمارات بإذن الله. يا رب بإذن الله. نقدر المباريات بقى من هناك إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله يا فندم، ودايما يعني بخير، وعشان سعادة الجماهير المصرية والنادي الأهلي لعودة البسمة، ومنذ 5 سنين الأهلي ما حصلش على هذه البطولة. صحيح. شكرا لحضرتك. بشكر حضرتك، شكرا حضرتك جدا. شكرا طبعا لحسن متابعتكم، وأشوفكم بإذن الله بكرة الساعة 5 مساء في حلقة جديدة من كلام في الميديا. يوم سعيد عليكم.